في جيل ملطوط، في جيل كده جه الدنيا ملطوط لطه وحشه، مش عارف يخرج من عنق الزجاج، زجاج دي مش عارف يخرج من عنق الباستيلا بتاعت الحمام، ده جه الدنيا بعد الواق من بطن مامي، نزل على الزلزال، نزل على الدشمله والرجه، لقى الرجاله بتجري في الشارع ايه بالبرولوس والفوط، والحريم بتجري بالترنجات، وكله ايه بيدوس على التاني عشان يفلت من الزلزال ده، فجه جه على الرجه على طول، دي بدايه حياته وتعامله مع الدنيا، على الزلزال على طول ينزل اترج، فاهم؟ وبما ان واحد من الجيل الموتوت والمشموم ده، فقال لك انا بيبي انا اهطل، انا ماليش فيه، انا اروح الحضانه بتاعتي وبتاع، والبلد تعمر براحتها، وسقف اوضتي يجي بعد الزلزال، انا في الحضانه بدندن مع الدنيا ماليش فيه، اول ما يخش من باب المدرسه يفضل ماسك فيها كده يقعد يقعد يكعكع ويبربر ويتفتف ويدمع، ده انت لسه طمن قالوت، انت شفت مأساه لسه صغير، انت بتعمل ايه طفل كئيب؟ فقال لك انا بروح ما مش عارف ركبه الهطل تاني، يقول لك انا المدرسين بيضربوني على ظهر ايدي في الشتاء وبعد اعمل كده، والرعشه برضه الزلزال لسه مأثر معاه، وقال لك انا لا انا ماليش فيه، فبس يقعد مع نفسه وهو طفل يقول لك طب انا هعمل، انا مش هتعلم وهو هطل كده، وقال له خلاص هنزل العب مع اصحابي كوره وانسى ايه وانسى الحضانه، فينزل يلعب يا عيني مع الولاد يوقفوا جون، فالمأساة بتزيد بقى، الهبل بقى في المدرسه والهبل بقى في الشارع والرجه شغاله زي ما هي، هو لسه ما ترجمش ان هو برده من الجيل الملطوط والايه والمشموم، فيبدا يعمل كده للحياه، يرفع ايده على اساس الحياه تتخض، يقول لها ستوب مفيش حب، لو انت مش هتحبيني فانا هعرف ادير نفسي واحب نفسي النفس واحب الحياه، فالحياه تقول له جدع وريني كمل، يقول لها انا هختلي بنفسي خلاص، بلا حضانه بلا شارع بلا هلفته، وانا مش هقل من نفسي، انا هعرف ايه وانا في اعدادي كده اقعد في اوضتي ارسم لحياتي ارسم يا باشا الحياه، ارسم يا باشا وريني، فالحياة بتسمع منه، فيقول لها انا شايف نفسي في فيلا دوبليكس وقدامي جنينه 60 متر في 60 متر اللي هي الترتان، وباجي ساعه العصاري بمشي بكلابي اللي هم من اجود وافخم كلاب العالم، وفي في حياتي عم عثمان، بقول له عم عثمان من نبره صوت، يجري على اخر اوضه في الفيلا يجيب الشنطه السامسونايت الصغيره اللي هي جنب الشنطه الكبيره جنب الطبانجه الفضي شمال، يجيب منها النعناع الكرواتي بتاعي ويحطه لي في الشاي جدع، فالحياة تقول له برافو ما شاء الله عليك، قال لك وهتجوز اجنبيه، انا هتجوز اجنبيه واجيب جاكي ومنصور، هسمي منصور عشان السرايا المصريه والعربيه تفضل مكمله، جدع جدع جميل قول كمل، فيبتدي يتجن، فالهزه ترجع تاني، الزلزال يجي له وهو في الثانويه العامه، فيبتدي يلاقي نفسه لا لاحق كليات قمه ولا لاحق دماغه يعتمد عليها، لانه مش عارف ايه يركب السن بتاع اداره المشاريع، ولا معاه فلوس ولا مصاحب ناس عدله، فيجي يقول لك، فبيبتدي يخش في مشاكل اكبر، فبس المشكله اللي هي انا وخلاص الحياه بدات تمشي، بدأت تتحرك بيه وبتاعه، بياخد دروسه وبيطور من نفسه، فبيلاقي نفسه واقف على الناصيه ماسك شومه، بيوقف ايه بيوقف فوكس، بيقول للظابط فين بطاقتك، ده في الثوره بقى، فاهم قصدي؟ فدخل في الثوره مره واحده، الجيل ده الهزه بقى اشتغلت تاني، فاهم ايه ايه ايه، فعدى الثوره، على ما تعدي قال لك يا باشا الدنيا تقوم براحتها وبتاع، انا مكمل في الهلفته مع نفسي ماليش دعوه بالدنيا، هوبا بيلاقي نفسه بيشتغل شغلانه هو مش حبيبها، ما هو في الهزه، هو في الهزة وبيتخرج في من جامعة، هو برضه مش فاهم ايه اللي بيدور، فبيلاقي نفسه ساعة الايه ساعة الكورونا والاجازات شغالة والعيا والمرض والبلد كلها بتعطس ومحدش بيقول ان هو مريض عشان البكاسة دايرة وشغالة والكلام ده كله، هوب قال لك يا باشا ده في منه البلس الاميكرون شغال، فقال لك اعمل ايه؟ طب ما انا مش عارف اعمل مشاريع، انت اصلا مش عارف تعمل حاجة اصلا، انت بعيد عن الكلام ده كله، انت متهلفت، فانت مفيش مرض موقفك، انت كده كده عطلان من الطفولة من ساعة الحضانة، فقال لك خلاص يا باشا الكورونا تخلص وتتفض، خش يا فعلا الكورونا بتخلص وتتفض، بيلاقي نفسه وقف سندال لحياته، انا فين انا لازم اخترق الطرق، بيلاقي اوكرانيا بتلب في روسيا وروسيا معقلبه الدنيا، فبيقول لك يا باشا ايه ده حرب عالميه ثالثه، طب انا هشتغل انا هعمل ايه في حياتي، ما هتقتل، ما هي مش محتاجه حرب، مش محتاجه حرب عالميه، مش محتاجه حرب عالميه، كده كده عطلانه من زمن الزمن.